بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل البداية، نظرا لأنكم في أيام الامتحان، نحب أن ننهي الدروس ويكون آخرها الليلة القابلة إن شاء الله، يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، بكرة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، نهاية الدروس في هذه السنة إلى بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله. ونظراً لأن منظومة الآداب لم يبقى فيها إلا درس واحد، يكون إن شاء الله محل الفقه في الليلة القادمة من أجل أن ننهيها. هذا ما أحببت التنبيه عليه. أما الاعتكاف فهو في اللغة البقاء في المكان، البقاء في المكان يسمى اعتكافا، سواء كان ذلك مشروعاً أو محرماً، كله يسمى اعتكاف. فالمشركون يعكفون على معبوداتهم، فهو عكوف محرم، بمعنى أنهم يقيمون عندها، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعكفون عندها، كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها تعظيما لها وعبادة لها. فهذا اعتكاف شركي محرم. وأما الاعتكاف المشروع فهو الاعتكاف في المساجد طاعة لله سبحانه وتعالى. الاعتكاف الشرعي هو اللبث في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة من أجل العبادة، تفرغ للعبادة، وهو مشروع وعبادة عظيمة. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على الاعتكاف في رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. فسنة الاعتكاف باقية لأنها عبادة لله عز وجل. نعم. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فجعل الاعتكاف مثل مع الطواف بالبيت والركوع والسجود، هو عبادة عظيمة، خصوصا الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك الاعتكاف في بقية مساجد المسلمين في أقطار الأرض. نعم. صلى الله عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء
جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف، بمعنى أنه يتفرغ في المسجد لعبادة الله عز وجل، وأنه كان يتحرى الوقت الفاضل وهو شهر رمضان، والمكان الفاضل وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف مشروع في رمضان وفي غيره، ولكنه إذا كان في أوقات الفضيلة فهو أحسن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان وداوم على الاعتكاف، كان يعتكف العشر الأوسط، ثم لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر صار يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن الاعتكاف يشرع للنساء في المسجد، أن يعني تعتكف في المسجد في غرفة أو يضرب لها خبا أو ستر يسترها، تعتكف في المسجد كالرجل. وفي ذلك أيضا أن الاعتكاف لم ينسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مستمر، بدليل أن أزواجه اعتكفنا من بعده. هذا دليل على بقاء سنة الاعتكاف واستمرارها. وفيه أن المعتكف يدخل معتكفه في بداية النهار، في بداية النهار عند طلوع الفجر، وهذا ما يدل عليه هذا الحديث. وبعض العلماء أو كثير من العلماء يرون أنه يدخله في بداية المساء بعد غروب الشمس، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، إن دخله في بداية النهار أو دخله في بداية المساء. نعم، فيدخله من بداية النهار من أجل أن يستكمل النهار، أو من بداية المساء من أجل أن يستكمل الليل. أما أن يدخله في وسط النهار أو في وسط الليل هذا خلاف الأولى والأفضل. نعم. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يعتكف في كل رمضان، بمعنى أنه يستمر في كل ما يأتي رمضان، وليس معناه أنه يعتكف رمضان كله، ولكن معنى في كل رمضان أي أنه يعتكف في كل سنة، في رمضان من كل سنة، لا أنه يعتكف سنة ويترك سنة، لا، بل كان كل ما جاء رمضان يعتكف منه. هذا معنى في كل رمضان، يعني في كل سنة. وفيه كما في الحديث الذي قبله أنه كان يدخل معتكفه في بداية النهار. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها. وهي في حجرتها، وهي في حجرتها. أبعد عن الميكروفون شوي. نعم. وهي في حجرتها. نعم. يناولها رأسه. نعم، هذا الحديث فيه ما في الحديث الذي قبله من أن الاعتكاف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتكف. وفيه أنه لا بأس أن يخرج المعتكف بعض جسمه من المسجد، يخرج رأسه من المسجد، وأن هذا لا يتنافى مع الاعتكاف، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن حجرتها بجوار المسجد،
وفيه مشروعية ترجيل الرأس وهو تسريحه ودهنه، مشروعية ترجيل الرأس وهو تسريحه ودهنه لئلا يبقى شعثا أو يكون فيه أوساخ أو رائحة غير مرضية. الإنسان يعتني برأسه، إذا كان له رأس يعتني به، معنى أنه يغسله وينظفه ويرجله يسرحه ويدهنه، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن بدن الحائض طاهر، لأن عائشة كانت تعمل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، هذا دليل على أن بدن الحائض طاهر وأن ما لمسته الحائض بيدها أنه طاهر. الحائض يجوز أن تطبخ وأن تشتغل كغير الحائض، كغير الحائض. أما من يعتقدون أن الحائض نجسة وأنها لا يجوز أكل ما طبخته، مثل اليهود، اليهود يتشددون في أمر الحائض فلا يقربونها، وهذا من آثارهم وأغلالهم، ودين الإسلام دين اليسر ولله الحمد، دل على أن بدن الحائض طاهر وأنه يجوز أن تشتغل وتعمل، وأن ما لمسته أو صنعته فهو طاهر والحمد لله. وفيه فضل عائشة رضي الله عنها، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها بهذه الخصيصة من بين نسائه، هذا دليل على محبته لها وعلى فضلها رضي الله عنها. نعم. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم، هذا فيه دليل على أن المعتكف يبقى في معتكفه ليلا ونهارا، ولا يخرج إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة والوضوء بقدر الحاجة ثم يرجع. نعم. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. كذلك فيه أنه يخرج المعتكف للحاجة التي لا بد منها كالوضوء وقضاء الحاجة والطعام إذا لم يكن عنده من يحضره له، وعيادة المريض بشرط أن لا يجلس عنده وإنما يمر عليه ويسأل عنه وهو ماشي. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. النذر هو أن يلتزم عبادة لله عز وجل لم تجب عليه بأصل الشرع، كأن ينذر أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يعتمر، أن ينذر عبادة مشروعة لم تجب عليه بأصل الشرع. والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالأولى أن الإنسان لا ينذر. وجاء في بعض الروايات: فلا تنذروا، نهي، لأن الإنسان يورط نفسه بشيء له منه سعة، إذا كان عنده رغبة في الخير فيفعل الخير بدون نذر، يفعل الخير بدون نذر. أما الذي لا يفعل الخير إلا بالنذر هذا هو البخيل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما استخرج به من البخيل، الذي لا يفعل العبادة إلا بنذر. وأيضا قد يحرج نفسه، وكثيرا ما يقع الآن أسئلة
واحد نذر أنه يصوم الدهر، واحد نذر أنه يصوم 10 سنين، واحد نذر أنه يصوم سنة، واحد نذر أنه يتصدق 1,000,000، هو ما عنده شيء. يبقى أحد نذر أنه يتصدق بنصف راتبه وهو فقير على الدوام، نذر أن يتصدق بنصف راتبه على الدوام وهو فقير وراتبه ما يكفيه، أو يكون مريضاً وينذر أنه يصوم كل الدهر أو يصلي كل الليل وهو مريض، فيقع في حرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في النذر، ليبقى المجال مفتوحا أمام المسلم، إن تيسر له العبادة يفعلها، وإن لم تتيسر فإنه في سعة. أما إذا نذر فإنه يلزمه فعل ما نذر إذا كان طاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى: ويوفون بالنذر، قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأثنى على الأبرار في أنهم يوفون بالنذر. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوف بنذرك. الله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فالنذر إذا كان نذر بر وطاعة يجب فعله ولا يجوز له تركه. وهذا عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، مع أنه حينما نذر وهو كافر، ولكنه سأل عنه بعد ما أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. الشاهد من الحديث الأمر بالوفاء بالنذر، ودل الحديث على أنه يصح النذر بدون صيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. قال: نذرت أن أصوم أن أعتكف ليلة، دل على أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف، وأنه يصح الاعتكاف بالليل ومن المفطر، لا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، نعم، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، وأن ذلك في رمضان، وأن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها جاءت تزوره في معتكفه. وصفية هي صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود عدو الله ورسوله، قد قتل في غزوة خيبر، وسبيت صفية بنتهم من جملة السبي، فوقعت في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، تزوجها وجعل عتقها صداقها، وكانت
صحابية فاضلة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه في المسجد، هذا فيه دليل على جواز زيارة المعتكف، أن يزوره الرجال والنساء والتحدث معه، تحدث معه، وأن هذا جائز ولا يؤثر على الاعتكاف، ولكن بشرط أن يكون حديثا قليلا وليس فيه محذور ولا يأخذ كثيرا من الوقت، لأنها تحدثت معه ساعة، يعني جزءا من الوقت. الساعة ليس المراد بها 60 دقيقة، لا، المراد بها الجزء من الوقت، الجزء اليسير من الوقت يسمى ساعة، تحدثت معه ساعة، دل على جواز زيارة المعتكف والجلوس عنده والتحدث معه. وفيه حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه، ثم قامت تنقلب، يعني تذهب إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، يعني يردها إلى بيتها، فهذا دليل على أن المرأة لا تمشي وحدها إذا خرجت، وإنما خصوصا بالليل، إنما يكون معها من يحفظها، معها من يحفظها. قالوا وفيه أن المعتكف يجوز له أن يشيع، أن يشيع من جاءه يزوره، ولا يؤثر هذا على اعتكافه. فبينما هو يمشي معها إذا برجلين من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خجل وأسرع في المشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما، أي لا تسرعا، فإنها صفية بنت حيي. وهم لم يشكوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة، ألا تتهم، البري، لا تتسرع في اتهام البري. فقال سبحان الله يا رسول الله، هذا تعجب، نحن لا نتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع في قلوبكما شرا أو شيئا. الرسول خاف عليهما من الشيطان، وإلا فهما صحابيان جليلان، ولكن الشيطان خطره عظيم على المسلم مهما كان، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوقع في قلوبهما شيئا من الاستغراب، فأراد أن يزيل هذا. فدل هذا على أن اتهام العلماء والكلام فيهما أنه من الشيطان، أنه لا يجوز أن يتكلم في أعراض العلماء وأن يتهم بما ليس فيهما، وحتى لو وقع من أحدهما ما يجر إلى التهمة فإن العلماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم، فلا يجوز الكلام فيهم، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا. وما ترون اليوم من الوقيعة في أعراض العلماء خصوصا بين الشباب والجهال، وأن المجالس الآن مستعرة بالنيران، الكلام في أعراض العلماء والاتهام لهم، وهذا من الشيطان. إذا كان العلماء الأمة يتناولون في المجالس ويتكلم فيهم، فهذا من الشيطان، يريد أن يفرق بين الأمة وأن ينزع الثقة من علمائها، فيجب الحذر من هذا، يجب الحذر من هذا غاية الحذر، فإن هذا غيبة، والغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا زيادة على الغيبة أن فيه إسقاطا لهيبة العلماء وتقليلا من شأنهم، فلا يثق الناس فيهم إذا صاروا حديث المجالس. وهذا ما يريده الشيطان والمنافقون في كل زمان، فعلينا أن نسد هذا الطريق، وأن نحترم علماءنا، وأن نرد عن أعراضهم، ولا
نسمح لأي واحد يتكلم في مجلس من المجالس ولنا قدرة على رده، أو أن نقوم ونترك المجلس، لأن هذا شر يفتح على الأمة شراً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكلمون في العلماء أنهم علماء سلطة، وأنهم مضغوط عليهم، وأنهم ما يتكلمون إلا إذا قيل لهم تكلموا، وهكذا، وأنهم أصحاب مناصب وأصحاب كراسي إلى غير ذلك من الأمور. وهذا من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خشيت أن يقذف في قلوبكما شر. هذا من الشيطان، فكيف نطيع الشيطان في علمائنا؟ ولما قال جماعة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، أنزل الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة مطلقا، ولا سيما غيبة العلماء وولاة الأمور وقادة الأمة الإسلامية، يجب أن يحترموا وأن تصان أعراضهم لتبقى الثقة بهم، لتبقى الثقة بهم. وغرض الشيطان وغرض المنافقين هو زعزعة المجتمع ونزع الثقة من العلماء. إذا لم يوثق بالعلماء، من يوثق به؟ ما بقي ثقة. العلماء هم قادة الأمة وهم مرجع الأمة، وهم إذا نزعنا الثقة منهم ماذا يبقى للأمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يجب التنبه له والحذر منه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل الناس، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه، يدفع التهمة عن نفسه، وأنه لا يقع في مواطن التهم، بل يبتعد عنها ويدفع التهمة عن نفسه. نعم. كتاب الحج. نعم، انتهى الآن من كتاب الصيام وتوابعه، الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وبقي الركن الخامس وهو الحج. لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى بداية العام القادم، لأنه مترابط بعضه مع بعض، فالدخول فيه يحتاج إلى أن يكون له وقت يتتابع فيه الكلام على الحج وأنساكه. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم السفر إلى مسجد من المساجد من أجل الاعتكاف به غير المساجد الثلاثة؟ لا يلزم السفر، بل لا يجوز السفر إلى مسجد من المساجد العادية لأجل الاعتكاف فيه. فمن نذر أن يعتكف في مسجد فإنه يعتكف في أي مسجد قريب منه. فلو نذر مثلا أن يعتكف في مسجد في الخرج أو في القصيم لا يجوز له السفر، بل يعتكف في أي مسجد من مساجد الرياض، مسجد يصلى فيه الجماعة، ولا يسافر لأجل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فإنه لا يجوز له أن يعتكف إلا فيما نذر من هذه المساجد الثلاثة، لأنها يجوز السفر إليها للعبادة. لكن إذا نذر المفضول أجزأ في الفاضل، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يجوز له أن يفي بنذره في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي
جاز له أن يقضي اعتكافه في المسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد النبوي. إذن فالاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، ولكن إذا نذره في مسجد غير الثلاثة فلا يجوز له السفر إليه، بل يعتكف في أي مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة ولا يحتاج إلى سفر. أما إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة يلزمه السفر لتنفيذ نذره، ويجوز أن يعتكف في المسجد الفاضل وإن كان نذر المفضول منها كما بينا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يذكر بعض الفقهاء في كتب الفقه أنه يستحب للمعتكف عند خروجه من معتكفه أن يذهب إلى صلاة العيد مباشرة بثياب الاعتكاف، أي لا يخرج إلا فجر العيد، هل هذا الفعل سنة أم لا؟ نعم، هذا استحسان أنه ينذر يخرج بثياب العبادة التي اعتكف فيها ويواصل العبادة، هذا استحسان منهم، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، لكنه لا يلزم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه كان يتجمل لصلاة العيد ويتطيب، هذا المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هل يدخل المحارم في ذلك؟ المحرم لا تدخل في ذلك، يخلو مع بنته أو أخته أو خالته أو عمته ما في بس، إنما هذا في الخلوة بالأجنبية. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا نذر الإنسان بترك معصية هل هذا يعتبر نذر؟ نعم. يقول: إذا نذر الإنسان بترك معصية فهل هذا يعتبر نذر؟ نعم، يعتبر نذرا، يعني ترك المعصية عبادة، ترك المعصية عبادة واجبة عليه بأصل الشرع، فإذا نذرها تأكد ذلك، مثل لو نذر أن يصلي الظهر فيجب عليه ذلك من جهتين، من جهة أصل الشرع ومن جهة النذر، كذلك إذا نذر ترك المعصية يجب عليه ذلك من ناحيتين، من ناحية الأصل أصل الشرع ومن ناحية النذر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يقول جدي نذر لأختي وهي صغيرة. نعم. يقول جدي نذر لأختي وهي صغيرة. أيه. فقال: إن تزوجت سأشتري لها سيارة جديدة إن كنت غنيا، وإن لم أكن غنيا اشتريت لها سيارة مستعملة، والآن تزوجت أختي وهو غنيا وذكرناه بما قال فأنكر ذلك. على كل حال هذا من نذر المباح، من نذر المباح، إذا نذرت أنك تشتري لأحد سيارة هذا من نذر المباح، إن شئت اشتريت وإن شئت كفرت كفارة يمين. فمن نذر فعل مباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل نذر على نفسه أن يدفع 1000 ريال إن شفاه الله وهو غني، فانقلبت حاله من غني إلى فقر وشفي ولا معه 1000 ريال، فماذا عليه؟ يبقى في ذمته، يبقى النذر دينا في ذمته، فإذا أيسر ينفذ النذر، هذا دين في ذمته. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: صليت الفجر خلف الإمام وكان في بطن قدمه لزقة، فنسيت أن أنبهه عليها بعد الصلاة، ثم في صلاة الظهر لمحت نفس تلك اللزقة في باطن قدمه، فماذا يلزمني ويلزم الإمام؟ هل علينا إعادة صلاة الظهر أم لا؟ نعم، في الأول ما عليك إعادة صلاة الظهر لأنك ما علمت إلا بعد الصلاة، لكن عليه هو أن يتوضأ، أن ينزع اللاصق على رجله، أن ينزعه ما دام أنه ما هو بحاجة إليه، ما هو على جرح، وإنما هو لاصق على رجله بدون علمه،
فيجب عليه أن ينزعه وأن يتوضأ من جديد وضوءا كاملا وأن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. وأما من لم يعلم من المأمومين فصلاته صحيحة، وأما من علم فإنه يلزمه الإعادة لأنه صلى خلف إمام يعلم أنه على غير وضوء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل لم يكمل قراءة الفاتحة في الصلاة ثم ركع، فهل يلزمه الإعادة؟ رجل لم يكمل قراءة الفاتحة في الصلاة ثم ركع، إن كان إماماً أو منفرداً فإنه تبطل الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها، ثم يأتي يبني على صلاته ويكمل صلاته ويسجد للسهو. أما إن كان مأموماً فإنها تكفيه قراءة الإمام ولو ركع قبل قراءة الفاتحة أو قبل أن يكمل المأموم، تكفيه قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليك. وإن كان أنه ما ذكر إلا الآن، إن كان أنه ما ذكر إلا الآن أو ما عرف الحكم إلا الآن، فعليه أن يعيد الصلاة لأن ركعة منها غير صحيحة، عليه أن يعيد الصلاة كاملة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يمسح من لبس جوربين فوق بعضهما؟ هل يمسح على الأول أو الثاني؟ وهل من لبس جوربا وفوقه خف مثل ذلك؟ إذا بدأ المسح على التحتاني يلزمه الاستمرار بالمسح عليه ولا يمسح على الفوقاني. أما إذا كان لبس الفوقاني قبل أن يبدأ المسح فيمسح على الفوقاني منهما، من خفين أو جوربين، يمسح على الفوقاني إذا لبسه قبل بداية المسح. نعم. أما إذا بدأ المسح على الأول فيلزمه أن يستمر يمسح عليه ولا يمسح على الفوقاني. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا طالب في المدرسة وأخاف من الرسوب، فهل النذر يساعدني على النجاح؟ أنا طالب في المدرسة. نعم. وأخاف من الرسوب، فهل النذر يساعدني على النجاح؟ وأرجو منكم الدعاء لي بالنجاح. لا، ما يساعدك على النجاح ولا تنذر، لكن ادعو الله، عليك بالدعاء وعليك بالمذاكرة واستعن بالله والله يعينك، أما النذر لا تنذر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما أقل الاعتكاف؟ وهل إذا نوى الإنسان كلما دخل المسجد أن يعتكف يجوز ذلك؟ الاعتكاف لا حد لأقله، لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة واحدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لا حد لأقله، لو دخل وجلس في المسجد بعض النهار أو معظم النهار يعتبر هذا اعتكافا. نعم، إذا نوى الاعتكاف. أما إذا دخل المسجد يبي ينام ولا يبي ذاكر ولا نوى الاعتكاف، ما يكون اعتكاف إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من اعتكف في مسجد العشر الأواخر ثم بعد ليال وكله أحد الأئمة بالصلاة نيابة عنه في مسجد آخر، فهل ينقل اعتكافه أم يذهب يصلي بهم ويرجع لمسجده الأول؟ لا يذهب يصلي ولا يقبل الوكالة، يكمل اعتكافه والإمام يلقى واحد آخر يوكله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نقوم بجمع الزكاة من أقاربنا لتوزيعها على الفقراء من نفس العائلة، ويقوم الفقير بتوكيلنا لاستلامها عنه ثم تقسيطها عليه، فهل تكفي وكالة واحدة لكل الأعوام أم لا بد من تجديدها كل عام؟
والله يا أخواني، أنا أشوف كثير من الشباب يحرصون على جمع الزكوات وزكاة الفطر، وهذه مسؤولية. الإنسان بعافية، الإنسان بعافية ما يحمل نفسه هذه المسؤولية وقد لا يقوم بها أو يعجز عنها، هذه أمانة. لكن إذا حمل إياها وعنده استعداد يقبل، إذا حمل إياها وعنده استعداد يقبل. أما أنه يعرض نفسه على الناس يقول عطون زكواتكم عطون كذا، هذا غير مناسب. الإنسان في عافية ولا يتحمل الأمانات كما يفعله كثير من الشباب الآن. وقد بلغنا أنهم يجمعون صدقات الفطر ولا يستطيعون توزيعها وتبقى عندهم بعد رمضان. هذه مصيبة، هذه مصيبة. وقلت لكم إن هذه مسؤولية، والإنسان بشر يعجز عن أن يقوم بهذه الصدقات الكثيرة، لا سيما إذا كانت محددة الوقت مثل صدقة الفطر، محددة الوقت وهم يجمعونها ويكدسونها ولا يستطيعون توزيعها في يوم العيد، فتكون في ذمتهم، تحملونها، تحملون الإثم. فالإنسان ما يعرض نفسه للمسؤولية وقد عافاه الله، لكن إذا طلب منه ذلك وعنده استعداد يقضي حاجة أخيه لا بأس بذلك. نعم، هذا الذي أوصي به إخواني. أما جمع التبرعات الأمر سهل، تجمع التبرعات. أما الأمور العبادة والأمور الواجبة والمؤقتة في وقت محدد، هذه يا أخي لا تقربها إلا إذا كان عندك استعداد في أن تنفذها في وقتها وتوصلها إلى مستحقيها. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: قلت لزوجتي لو خلعت الشيلة من على رأسك في غير بيتك حتى لو عند أهلك فإنك تحرمين علي وتكونين طالق، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنك تحضر بكرة إن شاء الله في دار الإفتاء وتقدم سؤالك للجهة المسؤولة عن الطلاق، أو إن كنت لا خارج الرياض تذهب إلى القاضي في البلد وتقدم سؤالك له، لأن هذا يحتاج إلى إجراءات ويحتاج إلى كتابة محضر. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء للميت بعد دفن؟ ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء للميت بعد دفنه وكذلك التوجه للقبلة؟ كلاهما مشروع، إنه يرفع يديه ويتوجه إلى القبلة الدعاء للميت بعد دفنه، قوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، مثل الدعاء في التشهد الأخير، الدعاء في الركوع والسجود، هذا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم. الدعاء بعد الفريضة، الدعاء بعد الفريضة لا يرفع يديه، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الفريضة. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو القول الفصل في التوسل بدعاء الأموات؟ كذلك الدعاء في خطبة الجمعة ما يرفع يديه، بدعة. أما الاستسقاء، رفع اليدين في الاستسقاء يرفع يديه، سواء في صلاة الاستسقاء أو إذا دعا في خطبة الجمعة يرفع يديه. أما إذا دعا بغير الاستسقاء في خطبة الجمعة فلا يرفع يديه. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو القول الفصل في التوسل بدعاء الأموات أو بجاههم؟ لا يجوز أن يطلب من الأموات شيء، ما يقدرون الأموات على دعاء يا أخي، ما يقدرون على دعاء، ولا والجاه لا بدعة، السؤال بالجاه بدعة، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بالجاه أبدا، أو بدعة. والطلب من الميت أن يشفع أو أن يدعو للحي هذا عكس المطلوب، المطلوب العكس، أن الحي هو الذي يدعو للميت، لأن الميت عاجز، انقطع عمله من الدعاء وغيره، أو بحاجة إلى من يدعو له، فكيف تطلب من الميت أن يدعو لك؟ هذا من انتكاس الفطر،
وذهاب العقول وتزيين الشيطان، الميت لا يطلب منه شيء لأنه لا يقدر على شيء، لا يقدر الميت على شيء، أسير، هو بحاجة إلى أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحسن إليه، أما أنك تطلب منه فهو لا يملك شيئاً بعد موته، لا يملك شيء. نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم زيارة المساجد التي فيها قبور خارج المملكة؟ ويقول: من باب الاستطلاع فقط. سأل ربك العافية، لا تزرها وابتعد عنها، ابتعد عنها، الابتعاد عنها أفضل لك وأحسن، إلا إذا كنت تريد الإنكار على أهلها وبيان الحق لهم ودعوتهم إلى التوحيد فلا بأس بذلك، أما أنك تزورها وتسكت تفرج فقط ألا يجوز لك هذا، ابتعد عنها واسأل ربك العافية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كثرت التهم والمطاعن في العلماء وأئمة الأمة في هذا العهد، فهل الدفاع عن العلماء متاح لكل أحد من عامة المسلمين أم هو خاص بالعلماء؟ نعم، هذا قديم، ما هو بأخي تو حارث، هذا حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فشاب حاضر في المجلس أنكر وقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبق ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فيجب على من حضر هذه المجالس الآثمة أن ينكر، سواء كان عالماً أو عامياً، لأن هذا كل يعرف أنه حرام، ينكر عليهم، فإن لم يمتثلوا قام ولم يستمر معهم في الجلوس ولا يحضر هذه المجالس الآثمة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أيضاً خرجت طبعة لكتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، حققه رجل يدعى عبد الله سندة، يتهم الإمام ابن القيم بالتشبيه ويتهم تارة بالصوفية والفلسفة وتارة يمدحه، وتحامل على الشيخ في كثير من تعليقاته الشنيعة، فما توجيهكم حفظكم الله لهذا؟ هذا ما حققه بل كذبه، كذب الشيخ، تجنى عليه، ما هو هذا تحقيق، هذا هو العياذ بالله تجنن على الشيخ وتكذيب للشيخ. فيجب عليك يا أخي أنك تسجل الملاحظات التي في هذه التعليقات، تسجلها برقم الصفحة والسطر، ترسلها للإفتاء مع الكتاب، ترسلها للإفتاء مع الكتاب ليتخذ الإجراء اللازم إن شاء الله نحو هذا الكتاب ومؤلفه ومحققه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نسمع من يتكلم في العلماء باللمز والتعريض وعدم قيامهم بواجب البلاغ والإنكار، بل يصل الأمر إلى التصريح بذلك، وهذا المتكلم قد يخرج في قنوات أو إذاعات أو صحف ويسمعه الملايين، فإذا أردنا الرد على من يتكلم فيهم وبيان منزل فإذا أردنا الرد على من يتكلم فيهم وبيان منزلة العلماء، قال بعض الناس: لا تتكلموا ولا تحدثوا فتنة، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ أولاً الحمد لله أن اللي يتكلمون في العلماء أنهم من أحط الناس وأسفل الناس ولله الحمد، وأنهم من أكسل الناس عن العبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يتكلم إلا إنسان لا خير فيه، وإلا لو كان فيه خير لاحترم العلماء ولا قام بما يستطيع هو من الدعوة والإنكار، والعلماء عليهم مسؤوليتهم، وهو عليه مسؤوليته، عليه أن يقوم هو بما يستطيع إن كان صادقاً، أما إن كان قصده اللمز والتنقيص من أهل الخير فالله يجزيه بما يستحقه، ولن يفوت على الله سبحانه وتعالى،
ولن يضر العلماء هذا الصنف. وعليكم بالبيان للناس ونصيحة الناس من الإصغاء إلى هؤلاء، ومن جلب القنوات التي تجلب هذا الشر، أن يخلوا بيوتهم منها ويسلموا منها ويسلم أولادهم ونساؤهم منها. لماذا يفتحون على بيوتهم هذا الشر؟ هذا لا يرضاه مسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا جلسنا مع بعض الشباب وجرى الكلام في مسألة ما، وذكرنا لهم رأي بعض العلماء الكبار، قالوا: العالم هذا لا يفقه الواقع، وهذا الشيخ فقيه بالواقع ويربط الشباب بالواقع، فما المقصود بفقه الواقع وكيف نرد على هذا؟ أرجو البيان. فقه الواقع هذا أمر محدث ما كنا نسمع به تقسيم الفقه إلى فقه واقع وفقه أحكام شرعية. فقه الأحكام الشرعية هو فقه للواقع، والعلماء يطبقون الوقائع على الحكم الشرعي وعلى النصوص، فالعلماء هم أدرى بالواقع وأدرى بالحكم عليه من النصوص من كلام العلماء. أما هذا الجاهل فليس عنده من الفقه شيء، ليس عنده من الفقه شيء. يا أخي لو تسأله عن شروط الصلاة ما أجابك ولا استطاع. لو تسأله عن معنى لا إله إلا الله التي هي أوجب الواجبات ما استطاع. لو سألته عن شروط لا إله إلا الله ما استطاع. لو سألته عن نواقض الوضوء ما استطاع يجيبك، لأنه لم يصغي لهذه الأمور، وإنما همه الكلام والقيل والقال، وقالت الدولة الفلانية وقال كذا وكذا والجرائد والصحف. هذا فقهه هذا زبالة أفكار الناس، هذا فقهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هل تسأله عن فقه العبادات إن كان صادقا؟ قل أن تقول فقه الواقع، لكن أنا بسألك عن فقه العبادات، عن أركان الإسلام، عن شروط لا إله إلا الله، عن مقتضاها، عن مدلولها، ما يستطيع يجاوب. وين يفهم فقه الواقع ذا؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يوجد في المساجد ساعات حائطية تنبه الناس لدخول الوقت، لكن معها صوت يشبه الجرس، فهل يجوز وضعها في المسجد؟ المسجد لا يوضع فيه شيء له صوت، لا يوضع شيء فيه صوت، يوضع فيه ساعة بدون صوت ما في مانع، ينظر فيها ويشاف الوقت، أما اللي يصوت أو الجرس هذا ما يوضع في المساجد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاعتكاف: والكلام فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعية، ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن الاعتكاف له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية، وقد شرحنا لكم معنى الاعتكاف في اللغة ومعناه في الشرع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل النذر للإلزام بشيء معين تنقضه كفارة اليمين؟ لا تنقضه كفارة اليمين، لابد من الوفاء بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، إلا إذا نذر مباحا فإنه يخير بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين، أما إذا نذر عبادة فلا تبرأ ذمته إلا بفعلها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل بداية المسح على الجورب تكون بعد الحدث، أم أنه إذا بدأ المسح على الخف قبل الحدث تبدأ المدة؟ ما يمسح قبل الحدث، المسح إنما يكون بعد انتقاض الوضوء، قبل انتقاض الوضوء فهو باق على طهارته الأولى، ما يحتاج إلى مسح. نعم. أحسن الله إليك. المسح لا يكون إلا بعد انتقاض الوضوء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الاعتكاف خاص بأي مسجد، أم لابد من مسجد تقام فيه الجمعة؟ تقام فيه الجماعة، لابد من مسجد تقام فيه الجماعة، ما هو لازم تقام فيه الجمعة، الجمعة يخرج يصلي في الجامع لا مانع، لكن تقام فيه الجماعة الصلوات الخمس.
نعم، فمعنى قول الفقهاء يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل المسح على الجبيرة في الغسل من الحدث الأكبر يرفع الحدث كلياً أم يلزم غسل ما تحت الجبيرة بعد زوالها؟ يرفع الحدث عما تحته، إذا كان عليه جبيرة على كسر أو ضماد على جرح أو لصوق على جرح ومسح عليه فإنه يرتفع الحدث عما بعده، نعم، عما تحته، نعم. أحسن الله إليك. فإذا برئ نزع الجبيرة يغسله للمستقبل، أما الماضي لا، الماضي صحيح، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من آداب الدعاء الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل إذا دعوت في سجودي أثناء الصلاة يلزمني أن أثني على الله أولاً ثم أصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أدعو؟ هذا موجود في الصلاة، الصلاة فيها قراءة الفاتحة وهي ثناء على الله، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فلا يشرع أنك تثني على الله وتصلي على النبي في السجود لأجل الدعاء، هذا موجود في الصلاة، موجود في الصلاة، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك من يستدل بكلام لشيخ الإسلام وفيه أن الذي يفتي في مسائل الجهاد هو الذي يكون في موقع الجهاد، أن الذي يفتي في مسائل الجهاد هو الذي يكون في موقع الجهاد ويعرف الحال، ويقول: العلماء هؤلاء يفتون في مسائل خارج البلاد وهم لا يعرفون الحال، فنحن نأخذ أحكام اجتهاد الذين يكونون في الساحة، فما رأيكم في ذلك؟ هل الذين في الساحة علماء؟ العلماء يؤخذ رأيهم في الساحة وخارج الساحة، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيؤخذ رأي العلماء في أي مكان، في الساحة وفي غير الساحة. والذين في الساحة هل هم علماء أو من المسلمين فقط وجهال؟ ما هو هذا كلام صحيح. وكثير من الشباب يقطعون من كلام العلماء ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم، يأخذون بعض الكلمات ويقطعونها عما قبلها وعما بعدها ومن السياق، ويقولون قال فلان كذا وكذا. يا أخي، يؤخذ كلام العلماء في أي مكان إذا كانوا علماء صحيح، يؤخذ كلامهم في الجهاد وفي غيره. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نعم، سواء كانوا في الساحة أو خارج الساحة. أما إذا كانوا جهالاً فلا يؤخذ كلامهم لا في الساحة ولا خارج الساحة، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: توفي شخص وترك ابن وبنت أخيه فقط، فكيف تقسم التركة؟ وهل ترث البنت شيئاً؟ مسائل المواريث يرجع فيها للمحكمة لأجل إخراج صك حصر الوراثة، لا بد من هذا، لازم تأتي بشهود عند القاضي إن فلان مات وأنه ما يرثه إلا فلان وفلان، ثم يعطيك صك في هذا، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كما يعلم فضيلتكم عن شدة الازدحام في العشر الأخير من رمضان في الحرم المكي، وسؤالي هو: هل يجوز لمن أراد الاعتكاف أن يشترط نومه في غرفة مجاورة للحرم، لأن ذلك يكون أنشط في العبادة؟ يا أخي، إذا كان فيه زحام شديد في المسجد الحرام اعتكف في غيره، مساجد كثيرة ولله الحمد، اعتكف في مسجد بالعزيزية أو في الششة أو في، لأن الحرم كله سواء الحمد لله، كل ما هو داخل الأميال فهو سواء، الصلاة فيه مضاعفة والاعتكاف فيه مضاعف والعبادات مضاعفة في كل ما كان داخل الأميال، فلا تضيق على نفسك ولازم في المسجد الحرام، ما هو بلازم، المساجد مكة كلها ولله الحمد كلها سواء، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كنت معتكفا وتوفي قريب لي، فهل أذهب فهل إذا ذهبت نعم. نعم. يقول: إذا كنت معتكفا وتوفي قريب لي
فهل إذا ذهبت للصلاة عليه يبطل الاعتكاف؟ لا، تذهب للصلاة عليه والدعاء له، لكن لا تذهب معه إلى المقبرة ولا تشيعه، إلا إذا كان يلزم حضورك، إذا كان حضورك يلزم أن تروح، أما إذا كان فيه من يقوم به ويحصل به المقصود فأنت تصلي عليه وترجع لمعتكف. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ يعني يدخل في الإنسان، يلابس الإنسان ويدخل فيه، كما قال جل وعلا: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهو يدخل في الإنسان، الجن والشياطين يدخلون في الإنسان، إلا إذا استعاذ بالله من شرهم، وإلا فإنهم يلاطفونه ويدخلون منه. والله أعطاهم قدرة لم يعطها لبني آدم، يطيرون في الهواء ويروحون في الجو، ولهم قدرة ويتشكلون بأشكال وألوان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الحديث وفيه وذكرهم الله في من عنده، فهل يجوز الجزم بأن الله يذكر جميع من فعلوا هذا بأسمائهم؟ نرجو رجاء يا أخي، ما نجزم لأحد، لأن لا نعرف نيات الناس ومقاصدهم، إنما الله هو اللي يعلم هذا. نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل ذهب للعمرة فلما قضى من عمرته هو وأهله لم يقصر هو وأهله ولم يحلق، فماذا ينبغي عليه؟ يجب عليه الحلق أو التقصير، والمرأة تقصر في أي مكان، حتى ولو في البلد ما في بأس، التقصير يكون في أي مكان، والحلق في أي مكان ليس خاصا في الحرم. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول: سوف أنذر، ولكن الرجل يعيد ملابس الإحرام، إذا أراد أن يقصر يبادر بخلع ملابس الإحرام، ملابس المخيطة، ويعيد عليه ملابس الإحرام ويقصر وهو بملابس الإحرام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الناس يقول: سوف أنذر لكي أفي بالنذر، لأن الله مدح الذين يفون بالنذر. مدحهم إذا نذروا، ما مدحهم أنهم ينذرون، ما قال أنهم ينذرون، قال يوفون بالنذر، يوفون يعني إذا نذروا وفوا، ولم يقل أنهم ينذرون، قال يوفون بالنذر، إذا حصل منهم نذر وفوا به، بخلاف الذين يأتون في آخر الزمان كما في الحديث أنهم ينذرون ولا يوفون، من صفات أناس يأتون في آخر الزمان أنهم ينذرون ولا يوفون. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، هل فيه دليل على أن الكافر يخاطب بشرائع الإسلام لكن لا تقبل منه إلا بعد الإسلام؟ ليس فيه دليل، لكن فيه دليل على أن من نذر عبادة وهو كافر ثم أسلم أنه يفي بها، أنه يفي بها، أما ما دام كافراً فإنها لا تنفعه ولو وفى بها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ثم إن عمر ما نذر ليلة وهو في الكفر، نذر ليلة مطلقة، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام مطلقة، فكانت باقية في ذمته، فلما أسلم لزمه الوفاء بها. نعم. أما لو كان خصها بليالي التي وهو كافر لم يلزمه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إننا مقبلون على إجازة، فما نصيحتكم لطلبة العلم المبتدئين؟ أن يواصلوا طلب العلم على المشايخ، ويكثروا من المطالعة والمذاكرة، ويحفظوا وقتهم، هذه نصيحتي لهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أختلط في عملي بكفار النصارى ويصدر منهم بعض الألفاظ ونحن نعمل، كان يقول إذا صعب عليه أمر يا عيسى بلغته، فهل علي شيء إذا سمعته ولم أنكر؟
أي نعم، يمنعون من إظهار دينهم، يمنعون من إظهار دينهم، فإذا أظهر شيء من دينه يمنع من هذا، فعليك أن تبلغ عنه، عليك أن تبلغ عنه، لأنه ممنوعين من إظهار دينهم وشعائرهم في بلاد المسلمين. نعم. ويقول أيضا: هل يجوز أن أعمل ومديري كافر؟ وإيش؟ يقول: هل يجوز أن أعمل ومديري كافر؟ إذا كان له سلطة عليك فلا تكون تحت سلطة الكافر، أما إذا كان ليس له سلطة عليك وإنما هو موظف في الدائرة وليس له سلطة ولا إدارة تعمل في الدائرة، أما أنك تخضع له ويصير له سلطة فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف الجهمي والأشعري؟ أنتم أعطيناكم قاعدة، قلنا إن الذي يجحد الصفات أو ينفيها إن كان متعمداً، إن كان متعمداً ومعانداً فهو كافر فلا يصلى خلفه، أما إذا كان متأولاً أو مقلداً فهذا ضال وليس بكافر، فتصح الصلاة خلف المسلم ما دام أنه على الإسلام تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان متعمداً فهذا يكفر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يقوم بعض صغار السن كمن عمره 10 سنوات فأكثر بالاعتكاف مجموعات في المسجد، فهل يباح للإمام أن يمنعهم خشية عليهم؟ نعم، إذا كان أنه يخشى عليهم يعبثون في المسجد فلا وأيضا الاعتكاف ما هو بجماعي، الاعتكاف الجماعي بدعة، الاعتكاف الجماعي بدعة، فلا يمنعون من الاعتكاف الجماعي ولو كانوا كبارا، ولو كانوا كبارا، لأن هذا بدعة، أما أن يعتكف الإنسان مفردا فلا بأس بذلك، إلا إذا كان يعبث في المسجد يكون صغير أو يخاف عليه فيمنع أيضا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من قال أو عاهد الله أن أترك هذه المعصية ولكنه عاد إليها فهل يكون هذا حلفا له كفارة يمين؟ نعم، عهد الله هذا يمين، فإذا عاهد الله أنه ما يفعل كذا ثم فعله يكون عليه كفارة يمين، قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا عاهد الله على يمين يجب عليه الوفاء به، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يجب الوفاء بالعهد مع الناس فكيف بالعهد مع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: الاعتكاف في الغرف الملحقة بالمسجد هل يصح؟ إذا كان المدخل الغرفة من المسجد بابها على المسجد فهي من المسجد، أما إذا كان بابها خارج المسجد فلا، ليست من المسجد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لبعض مواقع الإنترنت الدعوية وكذلك لطباعة الكتب الشرعية؟ لا، الزكاة لا تصرف في المشاريع الخيرية، لا في الدعوة ولا في بناء المساجد ولا، وإنما تعطى لمن خصهم الله بها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، أما هذه الأشياء فتمول من التبرعات ومن الصدقات التطوعية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل راتبه 3000 ريال وعمل لابنه عملية كلفته 12000 وهو لا يملك قيمتها، فهل يعطى من الزكاة أم لا؟ نعم، يعطى من الزكاة، لأن هذا من الغارمين، والله جعل الغارمين لهم نصيبا من الزكاة، هذا غارم لنفسه لا يستطيع دفع الغرامة التي لزمته فيساعد من الزكاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل:
كيف نفرق بين الاعتكاف الجماعي وبين من يسافرون سويا للتعاون والمرافقة ويعتكفون؟ لأن السفر يحتاج إلى رفقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسافر وحده. السفر يحتاج إلى رفقة، أما الاعتكاف ما يحتاج إلى رفقة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف مع جماعة، ولا الصحابة ما كانوا يعتكفون اعتكافا جماعيا. فنحن لا نحدث شيئا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.